نرحب بضيفنا بالاستديو دكتور احمد الشطي مدير منطقه الصباح الصحي. حياك الله معنا دكتور احمد. في البدايه كده مبارك لك على توليك المنصب الجديد باداره منطقه الصباح الصحيه. يا اهلا وسهلا. حقيقه استسمحكم في البدايه انه انقل تحيات كل العاملين حقيقه، سواء منطقه الاحمدي او الصباح الصحيه او وزاره الصحه بتولي سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم وتزكيه اسره الخير اسره الصباح وتزكيته لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الصباح. نسال الله سبحانه وتعالى ان نستمر ولا عندنا شك في هذا في مسيره الخير والتنميه لصالح الانسان والأوطان بلا شك. نعم. أما إذا أردنا نتكلم عن المغفور له طيب الله ثراه الشيخ صباح الأحمد اللي أمانة يعني أضاف لنا إضافات وومضات، أما الإضافات فأنا شخصيا ككويتي أشعر أو شعرت بكثير من الأمان بهذه القيادة الحكيمة اللي خذت سفينة البلد ضمن بحر متلاطم الأمواج. نعم. فكان دائما نعمة الأمن والأمان بحكمته بحنكته بتوازنه بخبرته استطاع أنه يسير فينا هذا الجانب. مصدر آخر للفخر والاعتزاز كان ولا شك حصوله على لقب قائد الإنسانية، وهذا يأتي تجسيد يعني ذروة العمل الإنسان الخير الممتد عبر السنين. ولا شك أن اعتراف العالم بهذا الشيء أضاف مصدر فخر لكل الكويتيين حقيقة أنه ينتمون لهذا البلد. أما إذا أردنا أن نتكلم عن المآثر الصحية ففيها ومضات أنا أذكرها وأنتم يعني في ومضة إنسانية لا تنسى اللي هو احتفاء بالطفل العراقي علي عباس وهذا لذلك حديث، في ومضة أخرى اللي هي النظرة الثاقبة والرؤية من خلال إصراره على تقديم استراتيجية لوزارة الصحة، وشرفت أني أكون جزء من هذا الفريق اللي قدم الاستراتيجية. في ومضة ثالثة اللي هي حرصه على تلمس الواقع وأدى ذلك إلى توسعات أميرية في كل مستشفيات الكويت وتوجت بمستشفى جابر ومستشفى الجهرة ولذلك حديث آخر. ثم حضور الدولي بدعم كثير من مشاريع منظمة الصحة العالمية. أما الملحمة الكبرى وهي الومضة الأخيرة اللي هي ومضة جائحة كورونا المستجد. الكويت حقيقة سطرت يعني دروس في كيفية التكافل التكاتف هامش التبرع والتطوع سواء من خلال القطاع الخاص أو الجمعيات النفع العام خلينا نقول الدفع الهالي في تطوعهم للتكامل مع الجهود الحكومية. الجهود الحكومية حدث ولا حرج إذا تكلمنا عن كل القطاعات، وزارة الصحة بنفسها اللي كان لها القيادة في اقتراح الخطوات وأخذ المباركة من مجلس الوزراء الموقر ولذلك حديث. فأترك يعني يعطيك العافية على هذه النقاط اللي تذكرها، يمكن كل نقطة أو ومضة مثل ما سميتها ذكرتها تخلينا نبي نتوسع في الموضوع أكثر. يعني ناهيك عن موضوع المنكوبين إذا نقدر نحن نتكلم عنهم، كان دائما رحمة الله عليه يوصي بالتعليم والصحة، كان يوصي بإنشاء مراكز صحية، كانوا عيالنا هني في الكويت يتجهون للتطوع تحت رايته أكيد، سواء كانوا من أطباء أسنان من أطباء عيون وغيرها من جميع نقدر نقول المجالات الصحية. ففعلا كان له بصمة واضحة جدا جدا، مو بس احنا حسينا فيها، اكيد العالم كله حس منها. ايضا العكس وقت اللي صارت كورونا الشيخ صباح الله يرحمه وصى واكد على عودة جميع الكويتيين العالقين في الخارج انهم يرجعون نفس اب الاسره، يعني ما يكون صحيح. والد العائله في مكان وعياله برا ويصير شيء في البيت يبيهم كلهم انهم يرجعون البيت يتطمن عليهم ويدري انه هو راح يوفر لهم الرعايه الصحيه والرعايه الابويه حتى المطلوبه. نتكلم عن هذه النقطه بالذات دكتور. اذا اردنا نتكلم عن ملحمه كورونا لا شك ان احنا نتكلم عن رياده واستباقيه اتسمت فيها خطوات الكويت،
وهذه شملت في البداية أكثر من محور. المحور الأول أن أنت توقف تدفق، فتم التحكم في منافذ البرية والبحرية والجوية، وكان في تدفق معلومات للتأكد من البلدان أو المدن الأكثر اختطاراً لتحديد التواصل معها عبر المنافذ. الجانب الآخر اللي هو توفير ما أمكن من بنى تحتية. احنا في الكويت محظوظين فضل الله سبحانه وتعالى انه يعني عندنا الوصول لأقرب مركز صحي من خلال شبكة مستوصفات اكثر من 120 الان في الكويت، يمكن الوصول لأقرب مستوصف خلال 10 دقائق بالسيارة، وهذه بنى تحتية. زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات سواء من خلال أسرة اللي هي تم يعني دمجها الاستيعاب التدفق اللي كان، ويمكن هذا كان أكثر شيء في فترة شهر 5 و6، والذروة الأولى تم استيعابها بأريحية. صحيح. مضاعفة عدد أسرة العناية المركزة، وهذه من الأشياء اللي تفرحنا. احنا كنا نقرأ في أوروبا كان الطبيب في موقف أخلاقي صعب جدا في أنه يختار عنده سرير واحد وثلاثة ينطرون برا، من يدخل، من يعطي الأولوية له. إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى ضمن الخطوات الاستباقية لا شك أننا استطعنا أن نستوعب هذا الشيء. التجهيزات بأنواعها، إحنا باكرا كان عندنا كواشف مخبرية، كان عندنا كمامات، كان عندنا وسائل وقاية الشخصية، وهذا لا شك أننا حتى خطتنا. أنا أتذكر في البدايات عندما اجتمعنا تم إيقاف بعض التخصصات وتحويل أطباء من تخصصات أخرى لاستيعاب الحاجة، وأصبح اليوم بعد نهاية الموجة الأولى عندنا أطباء ربما في العيون أو الـ ANT أو كذا، لكن عندهم مهارة التعامل مع العناية المركزة. فإحنا وإن زدنا الأعداد من جانب عدد الأسرة لكن أصبح لنا كوادر. الجانب الآخر اللي هو لا شك الجناح الآخر كان أنا أسميه اللي هو الجمهور الكريم. لا شك أن هذا الموضوع حقيقة إذا أردنا نتكلم عنه يظل كل ما تقوم به الحكومة وكل الجهود قاصرة وناقصة ما لم يوازيها. صح. استفادة من المعلومة، تحمل المسؤولية، تشارك وتكامل الأدوار، وهذا لا شك. إذا كنا نتكلم عن المستشفيات الميدانية اللي حصلت، هذا يعني بحد ذاتها يمكن توجت الآن بمستشفى مشرف اللي هو مستشفى الكويت 1200 سرير. لا شك أن إذا أخذنا بعين الاعتبار الإطار الزمني هذا يعتبر مو فقط إنجاز، هذا يكاد يكون إعجاز. ها؟ عندما نتكلم عن أكثر من على مستوى الكويت يمكن 20 محجر لتعامل مع الناس اللي سواء عندهم أعراض أو بداية اكتشاف، لا شك أن هذا تحدي آخر. قولي لي بلد في العالم رئيسه أو أميره يخاطب الجمهور على 3 مراحل ضمن هذه الحملة في البداية وفي المنتصف مع كل خطوة. أمير حفظه يعني طيب الله ثراء عندما يصدر خلال أسبوعين تكون أكبر عملية إجلاء في التاريخ، أكثر من 35,000 مواطن منتشرين في كل بقاع الأرض. يعني اللي يم السنغال شخص واحد. صحيح. لكن دخل وياه. لا شك أن هذا عندما صدر القرار منطلقاته أبوية، يعني تحسس لآلام الناس وربما أولوياتهم وخوفهم على عيالهم، لأن هناك إحنا عشناها في كثير من المستشفيات قالت حق المرضى الأجانب توكل على الله. صحيح. صدق أنتم تدفعوننا لكن الآن الأولوية حق مواطنينا. وهذا حصل. وقوفهم مو كلهم يملكون ذات اليد أن يكونون موجودين في أماكن أخرى. في كويتيين بالقطاع الخاص وضعوا فنادقهم تحت تصرف الكويتيين. صحيح. الكويتيين في تكاتفهم في تواصلهم، الرديف الإعلامي التوعوي مرة لإبراز الأخبار والإنجازات ومرة لتوعية الناس. أنا أعتقد أن هذه ملحمة، ودائما أقول حق الزملاء هذه يجب أن تكتب، يجب أن تكتب لأنها فعلا تدرس في اليوم. عندنا كلية الطب، طب الأسنان، الصيدلة، عندنا كلية الصحة العامة، لما نروح إن ندرس برا يأخذون بعض هذه الحالات يدرسونها للطلبة، والطلبة قد يكونوا من جميع أنحاء العالم. اليوم عندنا أشياء قابلة نقول
أخطأنا في هذه، نجحنا في هذه، تضافر الجهود في دروس مستفادة يجب حقيقة أن نأكد عليها. نعم. وتكون مساحة الإيجابية والفخر والاعتزاز أكبر كبير من بعض الملاحظات هنا وهناك. إحنا في الكويت ربينا يكون في رأي وفي رأي آخر، لكن لا صوت يعلو فوق صوت الوطن، خاصة عندما نتكلم عن صحة وسلامة الإنسان. صحيح. أكيد، يعني رحمة الله عليه كان مهتم بشكل خاص في مجابهة ومواجهة نقدر نقول الأمراض المزمنة مثل الأمراض السرطانية، السكري وغيرها من الأمراض. فشون لقيت اهتمام سموه رحمة الله عليه؟ شوف، هذا ليس غريبا أكيد على سموه رحمة الله عليه. الآن عندما نتكلم حتى على مستوى الخدمات الصحية في الكويت، الكويت يعني خلال هذه الفترة، الفترة الحرجة قبلها يمكن بشهر، حصلت على الدولة الأولى في التغطية الصحية الشاملة، وهذا معيار دولي. الكويت حصلت على ميدالية ذهبية، وإذا كان لي تحيز أقول مستشفى العدان للإكمو على مستوى العالم لإنقاذ الأرواح من خلال الرئة الصناعية والقلب الصناعي. تم زراعة أول قلب بشري في الكويت، إنقاذ أول طفلة من أصل 32 في العالم بتقنية الإكمو. أنا أتكلم عن هذا الشيء ومتأكد أن هناك أضعاف، لكن هذا اللي موجود بالذاكرة الآن. هذه ذروة تجسد الدعم اللامحدود اللي يعني يلقى الفريق الطبي وخاصة المتميزين منهم بدعم مباشر من صاحب السمو. صاحب السمو غفر الله له كان لي معاه محطات إذا كان لي أتكلم. في حرب تحرير العراق كان هناك طفل ضمن فقد والديه، فقد ذراعه، وكان يعاني من الحروق الدرجة الثالثة، وصدر نداء لجميع أنحاء العالم أنه انقذوه. كان أتذكر المذيعة، فكنا صباحا نلتقي مع الدكتور محمد جار الله وزير الصحة آنذاك، وقلنا له ترى يعني ما يجوز الناس تتسابق عليه وإحنا موجودين. قال خلاص أنا عندي اجتماع مجلس الوزراء، كان رحمة الله عليه هو رئيس مجلس الوزراء. على الساعة واحدة اتصلت أنا أقول خلاص توكلوا على الله. يوم ثاني جت الكويت، وكان كنت مدير الإعلام الصحي آنذاك، مدير إدارة الإعلام الصحي، كان هناك ما لا يقل عن 32 فريق إعلامي من جميع أنحاء العالم بكل اللغات، لأن تعاطفوا ويا الحالة الإنسانية. أكيد صارت حالة عالمية يعني. صاحب السمو أوصى بعلاجه في الكويت وتأهيله ثم إرساله إلى بريطانيا حق الأطراف الصناعية. مو بس كذي، وكان يتبع أخباره و يعني أعطاه مكرمة أميرية لتوفير منزل، وتزوج، واليوم هذا الطفل أبو يوسف، وعلى اتصال وياه ويذكر دائما البابا صباح الله يرحمه في هذا الجانب. ما حد يقدر ينسى يعني مثل هذه اللمحة الإنسانية مؤثرة رائعة جدا، وتوحي بالرؤية. زين، لما نتكلم عن الرؤية الثاقبة، رؤية ثاقبة أتذكر كذلك قدمنا لها استراتيجية وزارة الصحة، وكان يعني بعد ما تعاملنا مع حوالي 300 شخصية كويتية كيف ممكن، شنو مشاكل الصحة وكيف ممكن تطورونها، قدمنا يعني مواطن القوة ضعف الأمور هذه، وصلنا إلى أنه نقدم برزنتيشن استراتيجية انتهت في النهاية إلى أنه التأمين الصحي والضمان الصحي هو مستقبل الكويت. اليوم عافية نموذج التأمين الصحي، وشركة الضمان الصحي لا شك أنها متجهة، وهو يأتي دور متكامل ما بين القطاع الحكومي والخاص، ويأتي ضمن إطار نظرته رحمة الله عليه أنه إعلان الكويت مركز مالي وتجاري. صح. حضوره على مستوى منظمة الصحة العالمية في دعم مرة جائزتين عون عنده، جائزة العالمية لأفضل أبحاث في مجال الأمراض المزمنة والمسنين، أيضا جائزة لا شك أنه هو دعمها، ولا شك أن هذا سيخلد اسمه شخصيا ويخلد اسم الكويت في محطة أخرى على مدى السنين، في وهذا يعكس هذا الاهتمام. وجود مركز العلوم الطبية المساعدة اللي في كلية الطب وطب الأسنان والعلوم المساعدة والصيدلة والتمريض، وكذلك كلية العلوم أو الصحة العامة، لا شك أن هذه مصانع
تتواكب في تدفق الناس، خلينا نسميها المخرجات لحاجة ملحة. ودائما هو كان يصر رحمة الله عليه على أنه الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار البشري. صحيح. ودائما أتذكر يمكن تحت مظلة غراس مقولة خالدة له، اهتمامه بالشباب في العشر الأواخر من كل عام عندما يلتقي بالداخلية والدفاع والمطاف والحرس، دائما ذكرهم بالشباب. واقتطع فأقول كان يحذرهم المخدرات، ودائما يقول أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل. صح. ويجب الاهتمام فيهم. ويمكن الديوان الأميري في المبادرات في استحداث وزارة الشباب تصب في هذا الجانب. إذا أردنا أن نتكلم على الجمعية الطبية، يعني قبل سنتين سوت جائزة صباح الأحمد للتميز الطبي، واحتفلنا هذا العام بأول ثلاث جوائز قدمت لثلاث شرائح سواء بحثية أو اجتماعية أو كذا. هذه النظرة الشاملة الراعية الحنونة الأبوية تزيدنا حبا في الشيخ صباح. ودائما نواجه بزملاء لنا يقول ايش كثر تحبون أميركم أنتو، يمكن اللي قلته أنا يمكن قطرة من غيث ها، لكن تبين أن القضية ما هي حاكم محكوم. صح. لما كل الأطفال كبار وصغار وتلقاها يعني يدات ويقولون بابا صباح، هذه لها رمزية معينة. فلا شك أن هذا يزيدنا فخر. إحنا في القطاع الصحي في الكويت لم نشعر يوما أن احتجنا شيء وتوقف بسبب ضيق اليد. اليوم عندنا، أنا عصرت بشخصي إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير. أتذكر كنا نروح حق مجلس الوزراء ونحط الخطة ونقول نبي ميزانية ملحقة. إذا أنت تقدم شيء حقائق أرقام واضح الملامح، ما تطلع من الباب يوم ثاني الصبح يقولون مجلس الوزراء أقر الميزانية توكلوا على الله. هذه تأتي من قضية استشعار قيمة الإنسان وأهمية الإنسان كحجر زاوية في أي تنمية. تنمية الأوطان تعتمد على الإنسان، فكثر ما نستثمر بالإنسان يعني هذا اللي يفتح الأبواب كلها للاستدامة، لأنه نتباهى بأنه نتميز، يكون عندنا ريادة، يكون عندنا إبداع ودواليك. لذلك لما نتكلم اليوم عن مستوى تعليم في الكويت يمكن 99%. نعم. كل يقرأ ويكتب الحمد لله. لما يعني عن 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 تطبب مجاني، عن تعلم مجاني، عن اتصالات مواصلات، لما الحين الرسوم رمزية تظل. نعم. في الكويت. صحيح. هذه حقيقة تستوجب أن الواحد يحاول يرد الجميع. مثل ما تفضلت إذن حضرتك، يعني استثمار البشري كانت هذه رؤية حضرة صاحب السمو، ويرى أن إذا وفرت للشخص أو للفرد أي معطيات في محيط عمله في محيط طاقته راح ينجز فيها، وهذا اللي كان يشوفه مثل ما شفته في القطاع الصحي. يعني عندكم كان هناك إذن جدا توجه كبير رحمة الله عليه، كان وايد مهتم في أن يكون في مجال للمساحة للإبداع، وبالنهاية أكيد يعطي يد طبعا الرعاية المطلوبة. إذا كنا نتفضل أو نستذكر معك هذه الأحداث وهذه المآثر اللي تركها رحمة الله عليه طبعا، وايضا قلت نقطه يعني شلون الناس تشوف شلون احنا نحب حكامنا بهذه الطريقه الابويه، استوعب هالشيء لان خصوصا يمكن امريكا اكثر شيء يسالوني يعني هذه العلاقه بينكم، يعني زعلت عليه كنا زعلت على والدك، اقول لهم لانه هو فعلا هذا والدنا. صح. فما يشوفونها بهذه النظره، يعني احنا الحمد لله هذه نعمه نعتبرها. بهذا نقدر ان احنا نستخلص نقطه معينه، الحين احنا في جائحه نمر فيها وتوصياته اللي كان يعطيني اياها اللي احنا لازم ان احنا نمشي عليها. اليوم قاعدين نشوف ارقام كبيرة للوفيات، ونشوف أرقام كبيرة لأسرة العناية المركزة قاعدة تنملي في المستشفيات. يعني شنو ممكن أن احنا نقدر أن احنا نسوي في هذه الناحية، وشلون ممكن أن احنا نعطي الناس نصائح في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية اللي قاعدين نمر فيها، طبعا استنادا لتوصيات حضرة صاحب السمو رحمة الله عليه. لا شك أن وانا جاي فاتح الرادو اليوم، ألمانيا سوت حظر على المدن. صح. بريطانيا وقفت مدارسها، فرنسا لا شك أن عندها إصابات ارتفعت وتضاعفت في جميع أنحاء العالم، على مستوى الخليج عندنا عمان والأردن دخلوا في الحظر الكلي. الكلي أيضا. هذه حقائق وأرقام هي اللي تحكم الخطوة القادمة.
لكن كنا دائما نقول أن القرار الصحي في النهاية مو بس صحة، مو بس عرض وأمراض، يدخل فيها جانب اجتماعي، يدخل فيها جانب سياسي، يدخل فيها جانب اقتصادي، لكن حق الجمهور علينا أو حق متخذ القرار أن احنا نكون شفافين، نضع فيه القرارات ونتشارك في ترتيب الأولويات ونحاول قدر المستطاع أن نحمي جمهورنا الكريم. هذه المرة الناس تتكلم عن ذروة أولى احنا في شهر 5 و6، الآن احنا متوقعين مع زيادة الأعداد أنه ربما يكون في ذروة ثانية، وهذه مو بدعة، هذه تاريخيا دائما كل وضعي يكون لذروة أولى وثانية، لكن نعول حقيقة على الجمهور الكريم. هذه الذروة ممكن أن تحتوى، تتأخر، توقف عند حدها بتعاون الجمهور الكريم. لذلك نكرر النداء، وهذا النداء موصول ومتجدد ومتكرر حقيقة، من أنه يا جماعة المسؤولية مسؤولية مشتركة. القواعد الذهبية: حافظوا على الكمام، غسل اليدين وتجنب الزحام. أنا البارح أشوف في السوشيال ميديا عرس في صباح الأحمد، ناس ولوية وكذا، في ضميري قاعد أقول باكر هذول كلهم راح نشوفهم مرضى في مستشفى العدان، مثل ما صار في مناسبات دينية في وارتفعت عدد المصابين في حولي، وعقبها التشاوريات مرة صارت في سلوى وكذا، مبارك طفح بالتشاوريات اللي صارت في الأحمدي. وتصير هني تأتي قضية شخانتي أنا إذا عندي المعلومة وأعرف بدون شك أن هذا المرض ممكن يفتك بأحب الناس إليه. يمكن الشباب يشعرون أن فرصهم بالنجاة أفضل، لكن تذكر الأم، الأب، الجد، الجدة، المرضى المزمنين اللي حواليك. ما أقدر أنسى صورة أحد الأبناء اللي كان عند ريل أمه يبكي، ليش؟ يقول أنا السبب. والمشكلة إحنا يجب أن ندرك أن كل واحد يختلط عندما يعود إلى أسرته، صح. فإذا التقط الفيروس راح يعدي أسرته، والأسرة تنتشر في المجتمع. هذه صاحبها علينا وعليك. الكويت تستاهل حقيقة أن الواحد يكون عنده حد أدنى بالالتزام. مو من المعقول أن أنا أحط يعني ضابط أو واحد مسؤول عن تنفيذ القانون حتى وإن كان هناك عقوبة مالية ويمكن حجز، لكن الفكرة أنه انعكاسك وردك الجميل للكويت هو بالمحافظة على نفسك. بالضبط. وهذا تأتي في استشعار الناس اللي حواليك، التراخي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية ممكن تكون عبء إضافي على الخدمة، عبء إضافي على الصحة، عبء إضافي على الشعور الاجتماعي. احنا أمس 10/10 احتفلنا باليوم العالمي للصحة النفسية، واتخذوا الفريق الطبي نموذج كثر يعانون. ناس اشتغلوا بالساعات ووصلوا الليل بالنهار وهم تحت ضغط، يشوف ولده ما يقدر يلمه، يعني يعاني من إصابات، يشوف زملائه يتساقطون من حواليه. لا شك أن هذا مؤلم، لكن هو يستشعر أنه هو في معركة ولا بد من تضحيات. إنزين، ألم يعني من الأجدر بينا أن نرد التحية بأفضل منها؟ صحيح. ما نبي حقيقة أنك أنت تجاملهم بقدر ما أن أنت تلتزم بالتعليمات. صحيح. حتى نستطيع أن نأخذ الكويت إلى بر الأمان. ما يحصل في الكويت ليس خصوصية كويتية، هي في كل أنحاء العالم. إذا أنا متعلم، إذا استخدم السوشيال ميديا وأشوف اللي يصير حوالي، هذا يستدعي أن يكون أكثر جديا في التعامل مع هذه الأمور. احنا كنا من زمان نشكي من ثقافة السلامة، مضروبين فيها، صح، وعدم احترام الخطر، هذه واضحة، والألفة. بس ليش دكتور عندنا احنا هي ماكو بوش بوتون، يعني ما كنت تدوس على زر ويوم ثاني الناس تصير كذي. يعني انا اعطيك مثال، ثقافة احنا عندنا اشكالية في التوكل والتواكل، يعني دائما نقول لا الله مقدر وصاير. زي انت ما بذلت السبب. يعني احنا دائما نتذكر يعني جرس الانذار في اي سكن في اي جامعه، شلون ممكن الناس تطلع لانها تحترم الخطر وتدرك ان هناك خطر، تطلع لابس ما خفه ويعني ويسرع، بينما احنا هني تشوف الحادث وكذا، يعني يظل قضية وش دعوة، يعني هم يعتقدون أن مرة أنا رجل، مرة أنا مؤمن، مرة أنا كذا. بس هذا لا شك، هذا فيروس، يعني هم هو مثل يقولون جند من جنود الله بالنهاية، لكن أيضا الواحد لازم أنه هو يخاف ويحترم. التغطيات 100%، وأنا
أمانة باسمكم وباسم حتى كل العاملين بالصحة، يا جماعة إحنا بذلنا جهد كبير خلال الفترة هذه، هذا الجهد نسعى أولا إلى أنه نتعبد في خدمتكم ونحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن ما نقوم فيه أقل من واجبكم، لكن في المقابل نتمنى نرجو أنه يكون هناك رد الجميل بآخر. هذا الجميل لا نطلب منكم لا يعني لا مكافأة ولا شيء، نطلب فقط الالتزام بالتعليمات لتخفيف العبء على المترددين على المستشفيات، حماية الناس اللي هم ممكن ينتهي بهم الأمر للعناية المركزة، وإيقاف الوفيات. هذا الفيروس اللي أنت قد لا تشعر فيه هو قاتل، والقصص اللي حوالينا أحيانا عائلة ثلاثة أربعة خلال أسبوع لأنهم اشتركوا في مناسبة معينة والفيروس اشتغل عليهم، ما في داعي أبدا. فبالتالي الوقاية خير من العلاج، والإجراءات الاحترازية ذهبية وواجبة ومستحقة وبيدنا، يعني ما يكفي أن نقول إذا أحد استمرض هذه مسؤولية الجيش الأبيض أو من يرتدي الرداء الأبيض، إذا صار حادث نقول هذه مسألة مسؤولية المطافي ومسؤولية الداخلية أو الإسعاف. هذه الأشياء حقيقة تستدعي، لأنه عندما نفخر في الكويت نريد أن نفرز الكويتي بأنه هو قادر على أنه يستوعب، يتخذ القرار ويحول كل المعلومات إلى سلوك صحي. يعني كلامك جابي من ذهب فعلا دكتور، معلومات ثمينة ونصائح ثمينة، نتمنى فعلا أنها تكون وصلت للسادة المشاهدين ويعرفون حجم المصيبة نقدر نسميها اللي إحنا فيها، وهذا الخطر اللي هو موجود دائما حولنا. شكرا جزيلا لك على هذه النصائح وهذه الإرشادات. شكرا.